السلام عليكم، درك نظن راكم ولفتوا بلي فيديو تاعي. دونك وقت الروبو تاعي خممت، قلت خممت مع روحي، قلت سبحان الله، يعني قداش الفيديو وانا نفهم فيهم نفهم فيهم نفهم فيهم، ودرك يعني ما كاش ما كان على حساب لي ميساج اللي راهم يلحقوا عندي، ما مفهمين فيها والو. دونك اليوم هاد الفيديو سما راح نرجع للارتيكل 47. قداش نوع اللي راهم يتصلوا بينا يقولوا لي الشيخ انا فوالا راني رحت للبلدية واني عمرت الفارغة، عمرت الفارغة عنده، هو يروح يعمر الفارغة سي بون، ارتيكل 47 تما راهي مريقلة هكا كيشوف فيها هو. هنا نقعد نضحك نقول له يا ولدي الارتيكل 47 ماشي الطريقة هذه، باش تقول نروح انا نعمر الفارغ بي سي بون لافيغ لي ريغلي. ما تنساش باللي راهم خرجوا قانون جديد فالابل ابارتير دو 1 جانفي 2021، اي واحد درك منو جاي اللي يدير لا دوموند دو سي ان اف ويبعثوا له اون ديسيزيون دو ريفو، نهار يحكم لا ديسيزيون دو ريفو لو ري اكزامان تاع الدوسي من المستحيل، ريكور غراسيو من المستحيل، يعكسوك ثاني ديريكت 100% دو ريبونس راح يجيو نيجاتيف. واش راح تربح؟ تربح تضيع الوقت عامين ولا ثلاثة. عندكم فرد حل، هو الحل سي سكون ابل لو ريكور ا ليد جوريديكسيونيل، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يديروا افوكا، دولة تاع فرنسا هي اللي تخلص عليهم، وكاين اللي عنده الباي هذاك نورمال يهز ان افوكا 3000 4000 5000 يورو ما يهموش. بصح هادي راني فهمتكم وعاود فهمتكم وعاود فهمتكم، كي تحبوا ديروا افوكا قبل ما دير لافوكا عندك هذا لارتيك 47، مادام رفزوا لك سي ان اف على جال لارتيك 47 كي تروح دير افوكا سا سيغ ا كوا، سا سيغ ا ريان. كيفاش تاك وقتك مخلطين داخلين بعضهم ومن بعد تروح تطعن تقول لهم لاش تا سيل فو بلاي فوالا سيت ان ريكور غراسيو جي لونور دو فو دوموندي دو بيان فولوار ري اكزاميني ما سيتياسيون، كوارتي مخلطين بصح معليش ماذا بكم سمحوا لي واعطيو لي برك سي ان اف. انتم رجعتوها فو بروني بور دي كون كوا، il y a une loi respectée, il y a des trucs à respecter, هادي سيت اون كونفونسيون. القانون تاعنا تاع الجزائر ارتيك 47 فيها سكون ابل دي زارتيكل اي دي سوز ارتيكل كي ديفينيس، يقول لك كيفاش نورمالمون النقمه ولا عقد الزواج ولا اي حاجه اللي تابعه للتا سيفيل عندها الطريقه كيفاش يتخدم هذاك باش يولي فالابل. كي تعطي لهم انت تبعث لهم نقمه ما يجفال بالنسبه لك راهي فالاب، راك خرجت بها الباسبور تاع الجزائر وخرجت بها كارت ديدونتيتي، تولي تحير تقول كيفاش الكوارت هادو اللي ما بغاتهمش فرنسا راني درت بهم باسبور بيومتريك. حنا راك لهنا راك في الجزائر، مادام راح تطلب وتتعمل مع الخارج، الجزائر مديرة دي كونفونسيون مع الخارج وعندها القوانين خاصة بالجزائر، لارتيك 47 هذا تبع الجزائر. دونك قبل ما تدز الدوسي تاعك، قبل ما تروح تجري دير لافوكا، غير لكن بغيت تصدق عليه صورتك هذيك دبر راسك، انا ما ندبرش عليكم. اللي عنده صورت بزياده ويحب يطيشهم يروح يدير افوكا درك بعد. دونك النتيجه يعني لو بلوز امبورطون دركا، هاني راح نزيد نفهمكم في هذا الفيديو. دونك بالنسبه للارتيكل 47 ماذا بكم كي تجيكم رفو ارتيكل 47، اول حاجه واش تفهم؟ تفهم باللي ليتا سيفيل تاعك غلط. وكي نقول ليتا سيفيل ما ديرش في بالك خرين يقولك سايي اني صلحت النقمه تاعي، هانو لارتيك 47 ماشي غير النقمه تاعك، سي ليتا سيفيل كامل تاعك. لكن انت دير دوموند
قادر النقمة تاعك تكون صحيحة، قادر تكون غلطة لاكتو دو مارياج تاعك لكن راك متزوج، قادر يكون تكون كاينة غلطة نقولو في النقمة تاع أمك، في النقمة تاع باباك. أون تولي كا ليتا سيفيل ألجيريان كامل كيما راه لولاق لي راك دزيتهم أو بول دو لا ناسيوناليتي لي كانوا مخدومين بالعربية وترجمتهم بالفرنساوية أو جبتهم أو سي سات ترجمين بالفرنساوية من البلدية، هادو كل يعتبروا أرتيك 47. بيان سور كاين لي سوز أرتيك كي عود كي تعود النقبة لي مكيوسة عندها اسم، وكي يكون لك دو مارياج لي مكيوس ثاني يحط لك قانون واحد آخر. بصح حنا باش ما نخلط لك باش ما نخلط لكمش الخيوط، نهضروا على فرد حاجة. الارتيك 47 بصفة عامة هو لي يلم الأخطاء، أوفان لي سكون أبال لي زيغور دو ترانسكريبسيون تاع ليتا سيفيل تاع الجزائر. بون، بكري كانوا الناس قبل الألفينات كانوا يديو لي سي ان اف بالسهلة، الارتيك 47 هذا ما كانوش يسمعوا به. علاش؟ خاطر ماش هذاك الوقت كانت الحالة ماهيش انفورماتيزي، كان كل شيء تندار بستيلو. تروح للبلدية يقولوا خويا اعطيلي كوبي انتيغرال، لي خدام في البلدية واش يدير؟ يروح يجبد لو ريجيستر اوريجينال يحطو قدامو ويتبع فلان بن فلان زايد كذا كذا، ويعطيلك اون كوبي انتيغرال فيها كلش، فيها لو نوم لو برينوم داتي ليو دو نيسونس نوم دو بير اج دو بير دوميسيل دو بير بروفيسيون دو بير بور لا مامون سي باغي، ويحط لك لو نوم de la personne qui a assisté à l'accouchement. Lakan babak li hadr am yhatou le père, ou lakan babak ma hadrch yhatou l'employé ta sbitar, ou yhatou l'ism tao ou yhatou l'amr tao. Men ba3d ki tkemmel hadou kol lo fi ki tehzou l'ourqa ta3kom ou trouhou tdiouha l'beladiya bas tsajlou hadak le bébé. Am yi li rah yssajlek fi l'registre l'officier d'état civil hadak l'ism tao lazem ykon mojoud ma ykhliouhach farghin. باش هذيك ساعة تقدر تقول عندي ان اكت ديتا سيفيل كوبي انتيغرال معدولة. دونك المشكل اللي صرا سي كو نهار دارو لنا الميكرويت هادو il y a eu ce qu'on appelle une mise à jour باش يديرو التجديد، باش الشعب ما عادش يجي يدير لاشين، باش ما عادش يضر الاخر يكتب ستيلو يقعد عام باش يعمر لك 4 نقاميه ولا 5. اخي الجزائريين يحتاج نقمه، بصح كي يروح البلديه لازم يدي معاه 50 ورقه، سورتو بالاخص في الايامات وين يكونوا الاولاد يقراو في ليكول محتاجين لي دوكيمون هادو. مالا ولاو يزون انفورماتيزي الحاله. بصح المشكل اللي صرا دركا كي داروا الانفورماتيزاسيون كلفوا الناس باش يديروا لا سيزي من لو ريجيستر اوريجينال ويحطوهم في الميكرو. ابا النص الكبير فيهم فنيانين ما يحبش يكسر راسو، يجبد الريجيستر لي مونسيون هذوك كل ها يقولك سي ريان سا لي ستومبي، يحط لك لو نو لو برينو الاسم تاع الام تاع الاب تربح. هذه عند الفرنسيس يسموها اكستري ماهيش كوبي انتيغرال، بصح هذاك تاع البلديه هو يدير لك ان اكستري ويعطي لك ورقه ويقول لك هذه هي الورقه تاع كيو سي 7 وهي ماهيش سي 7. دونك كي تروحوا نتوما ديروا لي دوموند دو سي ان اف وتبقاو تخرجوا الورق مباشره من البلديه بلا ما تفيريفيهم بلا ما ترقبوهم، اوتوماتيكمون دوسي تاع يقعد 3 سنين ولا 4 سنين هو يطايش، يضيعوا لك في الوقت، تزيد تخسر صور كبار خاطر ماش ضيع 4 سنين من حياتك سي امبورطون. نتوما عندكم الحياه يعني سي با غراف، يعني بالك تجيك في 10 ملايين ولا 15 مليون تربح 4 سنين من حياتك في الخير، يعني 15 مليون هذيك تغيضك و 4 سنين قاعده في الخير ما تغيضكش. داكور، كان لي يخمو هكا، انا شوف كل واحد كيفاش يخمم. بس انا واحد من الناس كون جيت ساكن لهنا وعندي الفرصه باش نمد الطوسيي تاعي الواحد اللي راح يوقف معايا وما يخلينيش ندير الغلطات ويبعث الطوسيي تاعي وما يكون حتى مشكل ونعلق وما نقولكمش نعلق الكراط،
حنا عندنا خبر بلي لي علق فرونسي تسمى وطلع في الكراد شغل جينيرال كي يروح للجزائر يشوفوا فيه جينيرال هي من تحت لتحت ويقطعوا فيه بس كي يقابلوا اهلا دونك انا نجيت اليوم باش نهضر على لي زيرور موش يعني باش ندير الجينيول دونك نقول لكم نعطي لكم سكون ابل لاستوس بون واش هي العفسه واش هي لاستوس باش ما عادش يقيسك لارتيك 47 نتوما نهار تبعثوا الدوسي تاعكم او بول دو لا ناسيوناليتي لو بول دو لا ناسيوناليتي واش راح يدير اوتوماتيكمون يتصلوا بالعداله تاع الجزائر اللي يخدموا في لو بول دو ناسيوناليتي متابعين العداله تاع فرنسا صحاب العداله تاع فرنسا يتصلوا بصحاب العداله تاع الجزائر ويطلبوا منهم لي فوتوكوبي لي تاع لي روجيستر ما يطلبوش عليهم دي زاك دو نيسونس ها يقول له خويا السيد هذا فلان بن فلان ابعث لي لا فوتوكوبي سكيفي تاعنا واش يديروا يجبد لو روجيستر يصور له النقمه اللي راك مسجل فيها ويبعثها له كي تلحق عنده انت على كل حال راك جبدت النقمه تاعك من الميكرو وراح ترجمتها او سي 7 وهما عندهم لا فوتوكوبي اوريجينال نهار دز دوسي تاعك بعد 6 شهر 7 شهر كي تحصلوا على الوثائق هذوك نهار يدرسوا الملف تاعك راح واش راح يدير لو ريداكتور راح يحط لا فوتوكوبي قدامه ويحط النقمه اللي بعثتها له بون كي يشوف لا فوتوكوبي هذيك لا فوتوكوبي هذاك سي لاك دو نيسونس اوريجينال ويشوف لو سي 7 تاعك يلقاهم مش كيف كيف كي يلقاهم مش كيف كيف واش راح يدير لك في رايك راح يقول كارتي 47 تربح فوالا دونك من وجاي في المستقبل يفو با ديروا الغلطات هادو راهم كتبوا لي في الشر هذا بالك بالك ما كاينش ما كاينش ما كاينش واحد 700 ولا 800 واحد لي نهضر معاه يقول لي سايي اني رجلت ارتيك 47 كيفاش رجلتو عمرت الفارغ سي بيان سي انتيليجونس عنده الفارغ راه عمر الفارغ صا سما سي بون بالنسبه ليه لا ريغلي لارتيك 47 مي سو كو سو مسيو نو سي با c'est que le jour où il introduira son action au niveau du tribunal judiciaire de Paris, il n'a pas le droit à l'erreur. Il a belk dorkam khrjoul comme un canon jdid. Ce qui fait, gadoa, qui l'qadiyya ta' qui tfout, la yid, l'mahkma ta'hom, ou yahkmo alik billi ma tsalj, ma taqdirj tkassar, ma fihaj tkassar, ya rahin ya'toul kfirt kartosha. Bish tsedded, لو كان تراتي خلاص سي فيني رايحين يخرجوا القانون النهائي بلوتو سكون ابل ان جوجمون ديفينيتيف هذا بالفرنسيويه يقولوا له ان جوجمون ايغيفراغابل بالعربيه نهائي ما يتكسرش حتى ولو كان تروح تصلح الغلطه هذيك وعندك لا بروف باللي الاخر هما اللي كانوا غالطين هاو يقولها لك يقولوا لا مام سي بار لا سويت لا كوز دو رفو ا ايتي ريغولاريزي فو نو سوري توجور با اوتوريزي ا فير داكسيون ديكلاراتوار سا اي فو لو سافوار درك كي كنشوف انا كي نشوف الناس يديروا في الغلطات هذو نحب ناكل روحي نقول مي بوكو اسكيلي بوكو يسون تيتو ا سو بوين لا ساعات نتاع في عباد مي فريمون نقول سي با فغي ما عندهمش اون سيرفيل هادو معزة وطارت سبحان الله راني نقولكم ها هو جاي الصيد ها هو وين ها تقول لي انت ما كان والو ما كان والو ما كان والو هو حتى يوصل عندك باش مي سي ترو تار مالا نقول لكم عندكم فرد كارتوشا اللي يحب يصلح لابتيك 47 تاعو عندكم فرد طريقه كيما لو بول دو لا ناسيوناليتي قاعد يحارب فيكم حنا لهنا في الجزائر تقدر تطلب اون فوتوكوبي دو ريجيستر اوريجينال تروح البلديه قالك راهم طلبوا مني فوتوكوبي تاع لو ريجيستر اللي زدت فيه بون بيان سور ماناش في فرنسا رانا في الجزائر
اوتوماتيكمون لا لقيت صاحبك يعطيلك، لا لقيت شيف سيرفيس اللي يعرف القانون يعطيلك، ولا طحت في واحد سراس كما يقولوا تو عنا لهنا راح يقول اول كلمه يقول يزير وجهه ويقول ممنوع. هذا واش حافظينه؟ قلنا احنا لي زارابي سون ايفيكاس جوست كونت يساجي دو فير دو مال، حاجه تاع الخير كل ما يعرفوهاش غير الحاجه اللي تضر العبد هذاك يروح يجراو ليها. ان تو لي كا واش راح يقول لك؟ راح يقول لك ممنوع. بون كي يقول لك ممنوع ما تتقابض معاه، ما دير معاه مشكل ما والو. عندكم طريقه واحده تقدر تطلبها على يد وكيل الدوله، قال لك جي بيزوان دون كوبي دو مون اكت دو نيسونس بور دي بيزوان ادمينستراتيف بالخارج، باش يقول لك وكيل الدوله نو هذه ما كاش منها. ناس راهم جبدوا دي سكون ابل دي كوبي دو ريجيست ماتريس تاع لي زاني 1800 باش يجبدها لازم له الموافقه تاع وكيل الدوله. وكيفاش ونقمه تاع لي زاني 2010 2015 بلوتو تاع لي زاني 80 90 يقول لك ممنوع. علاش انا ليتا سيفيل قانون من 1830 حتى لليوم قانون فرد قانون، ما كانش قانون اللي يقول باللي اللي كانوا عايشين في وقت فرنسا عندهم حق يجيبوا لي فوتوكوبي، واللي عاشوا بعد الاستقلال ما عندهمش حق. خمم مع روحك. دونك اللي ما يحبش يكسر راسو يشوفو كيل دولا يعطي له اون فوتوكوبي يصبر، اللي ما يحبش يصبر واش يدير؟ سيستم دي. واش سقساني واحد قال لي ما فهمتش كلمه سيستم دي. بون تبان لي بلي اللي راهم يسمعوا في الفيديو هذه الناس الكبار راني انتاجي اللي فايتين 60 سنه تبان لي راهم يفهموها. سيستم دي تسمى سيستم دي بروي، سي لو سيستم تاع دبر راسك. دونك سما ديبروي توا كيفاش. دونك الطريقه الاولى كان اللي عنده صاحبه في البلديه، كان اللي يقدر يشوف المير معرفه كاين، وكان طريقه اخرين دركا طريقه كل مانيش حافظهم خاطر ماشي هذه ماهيش داخله في خدمتي انا، خدمتي باش ننظم لكم الدوسيي برك. دركا النظام تاع 538 تاع ادخل منا وخرج منا هذيك مانيش انا اللي راح نعتلكم، بالك نتوما اللي تقريوني في هاد الحوايج مالا ما نهضرش عليها. باش تحميو رواحكم من الارتيك 47 راني راح نقولها لكم، il vous faut une copie tirée du registre original، مرسوم من الريجستر الاصلي تاعك انت نهار اللي حطوا فيه الاسم تاعك نون برينوم بستيلو هو مسجل بالعربيه. الناس اللي زادوا بعد 62 راهم كلهم مسجلين بالعربيه، دير عليها فوتوكوبي. كي يعطيك لا فوتوكوبي هذيك هاي في جيبك، هذاك النهار تقدر تروح للبلديه وتقول لهم اعطيولي نقمه اس اس اد بالعربيه، يقول لك وي، يروح للكيشي يضرب في الميكرو تاعو يخرجها لك بالامبريمونتي كاشي ويقول لك تفضل. كي تحكم هذاك لو سي سي تاعك وعندك لا فوتوكوبي اوريجينال بالعربيه تفيريفيهم، لكن راهم كيف كيف على فيرغول بري تسمى راك اون ريغل، قادر هو يعطيها لك منه وانت تروح تشوف النقمه هذيك اللي عطاها لك صاحبك وهناك هو يهنيك ويقول لك صايا جي ريغلي سا من لو ريجيستر اني كنت معاه او قاعد ابان. الناس هادو اللي رونداو دي سيرفيس البنين عمهم قال لك اني عمرت له الاخر النقمه تاعو من الريجيستر، هما في ذاتهم هم يغلطوا. مالما مهما يكون صاحبك يحب يروندي لك سيرفيس ما نقولكش هو بغى يسابوتيك، نقول لك كيما يقول لك نوم افيرتي اون فو دو. فكره كيما هذه قبل ما دز دوسي تاعك الخارج لازم تفيريفيه، وكي تفيريفيه كي دير الاخر تستطلع عليها خطره زوج ثلاثه اربعه خمسه بوز اون فيشي، خاطر ماش دوسي تاعك يمشي وراح يمشي مده طويله. دونك انت كي تعطل روحك لهنا شهر ولا شهرين وبسع في المستقبل راح تربح اعوام من حياتك. دونك وليتا سيفيل هذا هو مش متركب غير بالنقمه،
كاين النقمه، كاين ناس كون ابل لي تاع لو مارياج، كاين ناس اخرين ترباو سكون ابل لي زادوبسيون. دونك تاع لي زادوبسيون ثاني فيها دي جوجمون، فيها امور هكاك لازم يتفيريفيو. ساعات تلقى النقمه تاعك ولا تلقى النقمه مثلا تاع جدودك اللي راح تطلب عليها الجنسيه، هم كاتبين لهم من التحت، كاتبين لهم ناتوراليزي فرونسي باتاتي با بار ديسيزيون دو تريبونال، بصح ما تلقاش الرقم تاع الجوجمون هذيك غير مقبوله. خاطر ماش علاش كي تروح تريكلامي لو جوجمون، مي المستحيل يعطيك لو جوجمون اوريجينال. خاطر ماش توعنا معوجين، بورتون حاجه سهله يروح يصورها ويكاشيها لك هكا، ما كان حتى مشكل. بصح هما يشتيو المشاكل، يقول لك لا خويا ما نعطيلكش فوتوكوبي، نعطيلك اون كوبي كونفورم على فوتوكوبي. وكي يروح ينقلها ما ينقلها لكش قد او قداش. واحد اللي بعثوا الدوسيات لفرنسا بعد 3 سنين عاود رجعوا لهم قال لك فوز افي برودوي ان جوجمون كي نو كومبورت با دو نيميرو. تا الجوجمون تاعك هم كاتبين فيه باللي عنده الجنسيه، وي كاتبين باللي لي ناتوراليزي فرونسي، مي لي هو النيميرو دو جوجمون؟ هذا هو اللي يقولوا له ارتيك 47. الارتيك 47 بالنسبه للفرونسيز كي تكون فيها غلطه ما تقدرش تستعمل الوثيقه هذه باش تطلب بها الجنسيه الفرنسويه. يقول لك في لو كاركتير نون بروبون دو سو تاك ديتا سيفيل، ان كونسيكونس لو سيرتيفيكات دو ناسيوناليتي دو فوز ات ريفوزي. سي كلير. دونك لا فيديو هذه راني درتها سبيسيالمون على الجماعه هادو اللي طلعوا لي لا طونسيون. انا نهضر معاهم هو يقول لي نو 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 ما تزيدش تحكي لي على الارتيكل 47، هاد كاش ما عندك عفسات اخرين على الارتيكل هذاك ومنا ومنا. حاجه بحاجه واحد كيعود عمى، واحد كي انت تقول له ها هو يقول لك نو. عند الفرنسيس على بالكم كيف يسموهم هادو؟ قال كي تح مع عبد عمى هو يسمع لك شويه، وكي تح مع عبد لاشتا ما يسمعش بصح يشوف يحاول باش يفهم. قالك بصح كاع النوع تاع عباده ويشوف ويسمع. واش يقول لك القوري؟ يقول لك il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut rien entendre et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut rien voir. دونك انا الانسان اللي عود كيما كيف يقولوها بالعربيه مسمطح، اللي عود مسمطح لهذ الدرجه، انت تحب نتنعت الوصلاح هو لا هو هاك تشوف فيه راح يلوح روحو في البير. يقولك نو نو نو، يقولك سي توا كي سي توا كي ديكون يا با. وكتاش يفيق سي تخو تاغ مع الناس هادو ما عندهمش الدواء. دونك لا فيديو هادي راني درتها للجميع، حتى ولو كان نهار اخر طيحو مع العباد هادو اللي راهم قاعدين يمشيو بالغال، ديجا انت كي تكون حافظ الحوايج هادو ما تعاودش دير نفس الغلطه كيما هو. خاطر باش ما تنساش باللي لا نوفيل لوا اللي داروها 2021 vous n'avez droit qu'à un seul essai. Le seul essai باش يعطيولك لو سي ان اف تاعك. دونك لا شوز لا بلوز امبورطونت لا بلوز امبورطونت لا بلوز امبورطونت كي تدفع الدوسي تاع سي ان اف تاعك لازم تكون مأكد 100% بلي الدوسي تاعك ما فيهش قد هيك غلطة باش تتهنى، والباقي على السي ان اف هذيك حاجة أخرى. دونك مهما فرنسا كم على بالكم مام عندك حق، ماذا به عندك حق والآخر تزير عليهم يعطيك حقك. موش راح يقولك من ماتشو وانت تسال، لا فرانسيس ما يخدموش هكاك. بصح في العشر سنين هذو الاخرين كي شافوا العدد الكبير تاع الجزائريين اللي رايحين يلحقوا لهنا، اللي رايحين يلحقوا باغ اكزومبل فرنسا، خافوا ولاو يمدوا تعليمات باش يزيروا في السي ان اف. اون 2012 خرجوا قانون ما كلاتش، باقيين لي دوموند ما يحبسوش، زادو دارو فيها اون 2014 ومن بعد زادو زيروها اون 2017 زادو زيروها اون 2018 رانا في 2021 وهم مزيرين الحالة ومازالو الناس اي تطلب اي تمشي وتطلب. كاين حتى اللي ما عنده حتى ورقة وقاعد يفتش،
كاش ما يلقى الورق هذوك تاع 1830 40 50 باش يطلب بعد 150 سنه لا 5ام ولا 6ام جينيراسيون. دونك انا الناس هذو واش نقول لهم؟ نقول لهم سبحان الله عندي عندهم واحد الشجاعة مو جو لوغ تير شابو هان اي فوا ايت كوستو. انا واحد منا جوغي ليسي تومبي دوبوي لونتون. مي ان تو لي كا ان سكي كونسيرن لارتيكل 47 راني نعاودها لكم، لازم تخرج تروح للبلدية تقول لهم يعطولك اون فوتوكوبي تاع النقمة تاعك. لا فوتوكوبي هاديك كي تجبدها من الريجيستر دوريجين موجودة سوا في العدلة سوا في البلدية. اخي على بالكم بلي هنا لو ريجيست بون. لكان نقولوا انت تحتاج تاعك على بالنا بلي الجزائر كاين بلايص اللي وقعت فيهم فوضى، ساعات يحرقوا البلديه، ساعات يحرقوا الدار الشرع. كي تروح للبلديه تقول له اعطي لي اون كوبي، يرجع لك جواب يقول لك يا اخي على بالك بلي حرقوا لنا البلديه هذاك العام الوقت كون راهو. سان في با دير بلي ما عادش تلقى الورقه تاعك، لا تقدر تطلبها على يد العداله. عندك لي عندك لي ساكن في بلاصه حرقوا له البلديه وحرقوا له دار الشرع، هذاك ساي هكاك ومازال الحل. قادر يدير اون دوموند لو اس دي ان اف تاع نانت لا سو ديريكسيون دو لاكسي ا لا ناسيوناليتي فرونسيز، عندهم لي ديكري دو ناتوراليزاسيون، عندهم لي سكون ابل لي ديكلاراسيون دو ريكونيسونس. كاينه طريقه راني حكيت عليها قبل كيفاش تقدروا تحصلوا على الورق هادو. وفي حالة وين ما يمدلكمش الورق هادو كاين ثاني حل واحد اخر تقدر تطعن، يديروا لك لجنة باش يدرسوا القضية تاعك. اسكو عندك حق باش تشوفوا الورق هادو ولا لا؟ وعلى كل حال يمدولك باش يزليوك نو نو يفو دون فو دوا بور سا يا اوكان سوسي. دونك باش نقول لكم يعني يعني سا سي سكون ابل éviter les erreurs concernant l'article 47. Ou les hébider ce qu'on appelle la régularisation totale. Donc, les actes de mariage et les actes de naissance. Une fois que vous avez réglé tout ça, vous êtes en règle. Madame dossier tech, maha bria, bsat kon bria, kimal nina tel kom kbel, lazm, l'ourka l'oula. كما قال واحد دوموند دو سي ان اف، لازم تحط لا ليست دي بيس اللي راح تبعثهم. دوزيام شوز، لازم الفورمولير تاعهم ما تروحش عند ليكريفان بوبليك يقول لك اروح ندير لك اون دوموند، يكتب لك بريه ب 200,000 يدزها لفرنسا وتقعد عام باش يبعثوا لك لامبريمي وهو موجود في الانترنت. هاد الغلطه هادي ما ديروهاش، وما تستناش يقولوا لك نبعثوا لك لي بيس كومبليمونتير. ثم كي تروحوا الانترنت تاعكم تلقاو في الفورمولير يقول لك ها واش دز لي ها واش دز لي ها واش دز لي. باش ما تتكلحش علاش ما تروحوش تشوفوا الناس اللي يعطوا ناس اللي داروا لي دوموند دو سي ان اف قبل، بعثوا الورق اللي كانوا مطلوبين، قعدوا عامين ثلاثه ومن بعد عاودوا رسلوا لهم قالوا لهم لي بيس كومبليمونتير. علاه ما تحوشش على لي بيس كومبليمونتير؟ حتى انت بين لهم باللي راك ماكش مدبدب. دونك لو دوسيي كي تبعثو إليا سكون أبل الوثائق اللي تطلبهم لو بول دو لا ناسيوناليتي بي لاخر بطريقة قانونية، يقولك بون أون فو سا 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 سا، ويحط لك من التحت إل سوغا إيفونتويلمون بوسيبل دو فو دوموندي دوطخ بيس. حنا لي بيس هادو اللي رايحين يطلبوهم حنا على بالنا لافونس واش رايحين يطلبو. دونك قبل ما تبعث الدوسي تاعك لم كوغتك كامل، لم الكوغت اللي يطلبوهم ولم الكوغت ألافونس اللي راح يطلبهم في المستقبل. دير له حتى انت تعلم، دير له حجره في الصباط كي يوصل دوسي او بول دو لا ناسيوناليتي يحل قدامه بون تاك تاك تاك. ايوا زاد بعث لي هادي ما تنبعثهم لي ما نقدرش نطلبهم عليه. وي سي بون سي بون سي بون سي بون سي كوم سا كو لي جون اريف ا اوبتونير ان سي ان اف ان 18 موا. ما عندو وين يهرب. ولا كان دار لك لا كان شريها لك ولا دار لك ان ريفو في اي حاجه، ثم تقدر دير ري اكزامان دوسي تاعك كي يكون معدول باش دير لو ري اكزامان، موش كي يكون فيه 100 غلطه وتقول نروح ندير ري اكزام لا ري اكزامينياسيون. هادي منو جاي شاك فيديو راني نقولها لكم، خاطر ما على بالي باللي السرارقه هذوك اللي مولفين بالصور تسهلين، على بالي باللي هما
لاد جوريديكسيونيل ما تساعدهمش، ما عندهمش لي زافوكا اللي يقدروا يقابلوا لاد جوريديكسيونيل، ما عندهمش الناس اللي يقدر يفهمكم واش هي لاد جوريديكسيونيل، وين تبدا، كيفاش تكمل، كل هما واش حافظين لي زيسكرو. يقول لك عندنا دي جروب دافوكا في الخارج، عندنا الحباب في فرنسا، تقي مولاك توما جماعه كيفاش تروح دير ان دوسيي سي ان اف اي فرنسا ويجيك واحد، راح نقول لكم ما نسمي حتى واحد يعني حاشا لي ما يستاهلاش، يجي واحد جبري، هو جبري بصح اللي يقبل الهضره تاعو، اللي يقبل الهضره تاعو هو بعده جبري اكثر منه، بيسك يقبل الهضره تاعو يروح يسويسيدي روحو يقول له هاك دي دوسيي تاعي وكلش. هذه كيف با ديروا الغلطه هذه. دونك هذه خارجه معني من الموضوع تاع اليوم، بصح راني فهمتكم واش هي الارتيك 47، ونهار تنظموا الدوسيي تاعكم ما ديروا كونفيونس في حتى واحد. عندكم دي اش ال 48 ساعه، عندكم او ام اس اللي يحب يدير شويه اقتصاد ما يحبش يسلك 700,000 يقول لك غاليه، روح دير او ام اس، او ام اس تجيك ب 400,000 وانت متهني، خير من ما تمد دوسيي تاعك لواحد السراق ما على بالكش الدوسيي تاعك شحال راح يقعد لهنا في الجزائر، وقتاش يطلع لفرنسا راح يروح على جال كيروح لباريس ويديرونجي روحو باش يروح يوصل، وتزيد دير له سكون ابل ورقه مانداتير، الورقه هذيك والله يشوف غير معين له حسوارت في جيبو يهز الدوسيي تاعك. لا نخسر عليك، يخسر عليك تامبر واحد تاع ان يورو غير باش يروح، وبالك الدوسيي تاعك راح يقعد شهر باش يلحق عندهم. دونك il ne faut plus jamais confier vos dossiers à des personnes qui vous disent moi je vais partir en France, donnez-moi votre dossier, je m'en occupe. Non. Et ben tu as bidik وحكم l'accusé de réception bidik وما تبعتوش avec accusé de réception تاع البوست عادية. عندكم لي سيرفيس انترناسيونال شركات كبار هادو ما يلعبوش كيما دي اش ال ولا ام اس، غدوا كي يلحقوا بول دو لا ناسيوناليتي يهبط يروح عند لو بيرو دو تاع لا ناسيوناليتي اللي يستقبل دوسيات، يقول له خويا او جاك عندي دي دوسيي، ما يقول ما يقدرش يقول له حطهم برك وروح. نو خويا دوسي هذا مولاهم مخلص عليه 20 يورو وانا هو المسؤول، اعطي لي لا ريسيبسيون تاعو، عندك بيان. وهذوما هما الدوسيات اللي راح ندرسوهم في قرب وقت، وهذوما الدوسيات اللي يفوتوا، وهذوما الدوسيات اللي ينجحوا. دونك الحكايه هذه تاع راني عمرت الفارغ غير نساوها. حاجه الاولى il faut récupérer la copie du registre original، من بعد تروح للبلديه باش يدير لك لا سيزي سور ميكرو، لا لقيتهم كيف كيف اللهم بارك، لقيت غلطه ثم دير ريكلاماسيون تاع الكخويا ها الاوريجينال تاعي واش يقول. الغلطه هذه تاع الميكرو سي تون ايغور دو سيزي، ما تطلبش لانترفونسيون تاع وكيل دوله، هم داروا عليه. سمعت هو واش يقول لك، يقول لك ما عندناش لا مان في اللوجيسيال، قول له قول له انا على طلعوا عليكم خاطر ما ندورت انا الولايات هذو تاع الجزائر كيفاش. ولايه باتنا عندهم لا مان، وولايه قسنطينه ما عندهمش لا مان كيفاش، ولايه الاخرى كيف يسموها بودواو عندهم لا مان يقدر يصلح لك في الميكرو عادي، وكي تروح لوهران يقول لك ما عنديش لا مان. تسمى حنا درك الجزائر هذه فيها 48 دوله كل واحد يتصرف كيما يحب، لا خويا كاين قوانين السيستم معاه. نعطي لك انا العام اللي خرجوا القانون هذا اللي يسمح للوطن للمواطن يقدم روحو عند المير يقول له عندي مشكل. 2016 داروا عليها التفتيش درك تلقاوها اون لين ابارتيغ دو 2016 وخرجت في الجورنال اوفيسيال بعد pour faciliter la vie pour faciliter les échanges entre l'administration et le citoyen. موش كيما بكري خلاص لازم تروح عندو كل دولة وتقعد عام وكلش. هادي تندرت في عاد كيف يقولوا له لونسيان دي جي هذاك تاع لابوليس نسيت الاسم تاعو، انفان شي با ان تولي كا دايما نظم شويه الاخر ليتا سيفيل وقت جا التنظيم تاعو منو هو يا اخي بكري لي 12 اوبليغاتوار باش دير الباسبور لي 12 نحاوه. بان لو البارح عيط لي واحد من فرنسا، واش اخويا قال لي عندي مشكل، واش المشكل تاعك، قال لي الباسبور تاعي مات، قلت له راه عاود الباسبور تاعك وين راح المشكل، قال لي طلبوا عليا لي 12. نعم هادي لو كونسولا دالجيري اليون
اي ميغري يروح باش يعاود باسبور يطلب باسبور بيومتريك يطلبوا عليه لو اس 12 هاي مش يحبس المختاك على يطلب عليه لي 12 هاو عنده درك شهرين ما مقدرش يتحرك راح يخص كيفاش كيف دونك المشكل او مش في القانون القانون كاين الحقوق كاين المشكل في العبد دونك يفو باس لي سيفير سمعت روح جبت القانون هذا اللي يسمح لك باش تشوف المير وجبت له قانون ممضي من عند سي الرئيس الجمهوريه قالك الرئيس قال هكا انت واش تكون باش انت تعكسني تقول لي ممنوع تما انت فوق الرئيس بعوي بون سمحوا لي يعني شو با ايسي خاطر مشاكل نعدو نهضروا هكاك هما يعتبروها شغل سياسه يقولك هو يدير في لا بوليتيك Je ne veux pas faire de politique, à Niger, là, je n'ai qu'il comme à l'article 47. Donc, pour éviter les erreurs que, concernant l'article 47, la première des choses qu'il faut faire, premier point, il faut se présenter directement à la mairie, voir si vous avez des copains ou quelconque relation. Vous pouvez la demander de manière formelle, vous pouvez la demander de manière informelle, vous pouvez la demander de manière légale, c'est un droit. Vous demandez ce que l'on appelle la photocopie de votre acte de naissance ou de votre acte de mariage tiré du registre original. Une fois que vous avez cette photocopie, vous récupérez celle qui est distribuée par le réseau informatique et vous faites la comparaison. Si les deux documents sont exactement pareils, c'est bon. Là, vous pouvez monter votre dossier et l'envoyer sans aucun souci. Si s'avère qu'il manque la moindre virgule, là, ça craint. Donc, il faut absolument vérifier ceci à la source. Une fois que vous aurez fait tout ceci par rapport à l'article 47, vous serez tranquille. Bon, ensuite, il y a d'autres aspects qui correspondent à d'autres articles qui n'ont rien à voir avec l'état civil. Mais aujourd'hui, il s'agit surtout de l'article 47. Le Madda Sbaourbein, Besh Maachi Yatlokom. Comme tu vois, vous avez fait une demande, quel leader l'a demandé? Il y en a qui ont fait leur demande il y a combien? 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont jamais reçu de réponse. Lorsque leur demande arrive de France au niveau du consulat, ils se foutent de leur gueule, ils ne veulent pas leur répondre. Et la plupart préfèrent se taire. Ils disent « Ani man habch nreklami, ani khayf yshri hali ». Je ne comprends pas, moi, ce... La France, c'est la France, l'Algérie, c'est l'Algérie. « Balkan fi bledna nshriou hal badana ». بصح الفرنسيس كي تبين له الحقوق تاعك يعطيك بون ما نحكي لكمش لا ميثود تاعي كيف راني نخدم بصح الناس اللي تعاملوا معايا انا هم قاعدين يسمعوا فيا على بالهم كيف راه على بالهم باللي كي نحكم القنصليه كي نحكم ممكن نحكم لو بول دو لا ناسيوناليتي ولا نحكم ان جوج نعصروا انا عارف واش نهضر ونعرف كيفاش وني قاري التاريخ تاعهم خير منهم في هذيك اللي قادر انا باش ندوخ القاوري سمعتو نجبدلو لي سيتاسيون تاع لو كورنيي نجبدلو لي سيتاسيون تاع بودلير نجبدلو لي سيتاسيون تاع لا فونتين اي حير باسكو ما مش موالفين هكاك ساعات نقول لهم مي بور كي فو بروني فو كرويي افوار افير نيمبورت كالاميت او كوا فوالا بيان سور وما يفو با العبد يكون دايما خشن كاين ناس اللي تعاملوا معايا انا يعني وقالوا لي فرانشمون وي سي فري Vous avez ce qu'on appelle un certain contact, vous inspirez confiance, mais malheureusement, je suis tombé au mauvais moment. Inch'Allah, Madame Rani Makom, je vais essayer de vous aider au maximum, mais je limite les dégâts. Les dégâts, tu as l'escroquerie, les dégâts, tu as le pôle de la nationalité, les dégâts, tu as l'intelligence, mais je ne sais pas ce que je fais. L'intelligence, elle n'a rien à voir avec le montage d'un dossier. كان قواعد تبعهم ان بارون تحمي روحك باش ما تتكلحش راك راح تربح عوام مش تربح نهار ولا زوج والانسان اللي يقول انا مزروب اخي حكيت لكم قبل في واحد الفيديو المزروب واش يصرى له لو دوسي اي فو توجور لانفويي دالجيري سا نو سير ا ريان ديرو اون ادريس تاع فرنسا وتقول لك انا ندير لادريس تاع فرنسا باش كي يحكموا الدوسي في لوبول يعاودوا يبعثوا لي البريه لادريس تاع فرنسا هما ما يستعرفوش بلادريس تاع البلوف هما يستعرفوا بلادريس اللي مكتوبه في الطلب تاعك
هادي ديرها في راسك. دونك ان شاء الله اليوم انا هضرت على الارتيك 47، ان شاء الله راكم ما هزيتو عليا حاجه، وما تزيدوش تكتبوا لي وتقولوا لي اني عمرت الفرع، اني لقيت كلكو ولا اني عمرت الفرع ساي سي بون، جي با بيزوين دو فو سيرفيس اي جي با بيزوين دي كونسيي. نعرف خلاص داكور، بصح اخر ندير راني قلتها لكم، ليدر طال امام العداله نهار يصدر الحكم، الحكم هذاك ما فيش تكسار، لكان عطاو لك سي ان اف وكيل دوله ما يقدرش يتعرض لك، تدي سي ان اف تاعك وراسك مرفوع، بس على ما عطالك السي ان اف تاعك ما تقدرش انت تكسر، كيف كيف كيما انت كيما وكيل دوله. هذه هي خوتي، السلام عليكم وتصبحوا على خير، يعني بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي دو مافوار ايكوتي.